السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أصدقاء جروب رجيم الكيتو بسهولة مع وليد الأسيوطي إيزي كيتو دايت، وأصدقائي على قناتي على وليد الأسيوطي، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة واسأل وليد. حلقة النهاردة زي ما أنتم شايفين في العنوان، هل الكيتو أو هل الخروج من الكيتو يسبب مرض السكري؟ قبل ما نجاوب على السؤال، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا كمان شير، خلوا كل الناس تعرف، وخلونا ننشر ثقافة الكيتو والتغذية السليمة بين كل الناس. اعملوا لايك واعملوا شير. لو بتشوف الحلقة على اليوتيوب ياريت تشترك كمان في القناة. هل الخروج من الكيتو يسبب السكري من النوع الثاني؟ سؤال الحقيقة يعني غريب شوية، لكن اتسألته من واحدة من المشتركين معايا في برنامج المتابعة الشخصية اللي بشرف عليهم، عايزة تخرج من الكيتو فخايفة هل لو خرجت هيجيلها سكري. وبالصدفة كمان لقيت في ناس بتسأل نفس السؤال ده على الجروب على الفيسبوك، فنحاول نرد على السؤال ده ونشوف مع بعض. بدأ ينتشر إلى حد ما الموضوع ده أو الإشاعة دي إن الخروج من الكيتو ممكن يسبب السكري من النوع الثاني. قبل ما نجاوب على السؤال ده، خلينا في الأول نفسر الكلام بشكل منطقي إلى حد ما. تعال نفهم في الأول إيه هو مرض السكري من النوع الثاني وإزاي بيحصل. معلش ادوني بس 5 أو 6 دقايق كده بس، هتكلم أشرح تفاصيل الموضوع الحلقة، وبعد كده هاخد أسئلتكم كلها وأرد عليها. إزاي مرض السكري من النوع الثاني بيحصل؟ المرض ده بيحصل على مراحل متعددة. في عندنا حاجة في الأول اسمها insulin resistance، بعد كده pre-diabetic، بعد كده diabetic type 2. الانسولين ريزيستنس أو مقاومة الأنسولين، بعدها ما قبل السكري، وبعدين السكري النوع الثاني. يحصل الكلام ده إزاي؟ لازم تفهم طبيعة جسمك. أنا عايزك تفهم جسمك بيشتغل إزاي وبيتعامل إزاي مع الأكل والهرمونات اللي جواه. أنت لما تاكل حاجة فيها نشويات أو سكريات، سكريات خلاص هي سكريات هتتحول جلوكوز. النشويات كمان لما بتاكل نشويات جسمك بيحولها لسكر جلوكوز. بيبدأ السكر ده يدخل أو ينتشر في الدم علشان يجي بقى الباشا الكبير بتاعنا اللي هو الإنسولين، يطلع من البنكرياس يلم السكر ده كله ويحاول يدخله جوه الخلايا عشان الخلايا تستفيد منه، تاخد منه الطاقة اللي هي عاوزاها وباقي الطاقة أو باقي السكر اللي هي مش عايزاه تخزنه. جزء منه بيتخزن في مخازن جلايكوجين في الكبد والعضلات، وده جزء صغير، والباقي كله بيتم تخزينه بهيئة دهون. الفكرة بقى ان انت لما بتاكل سكر كتير، جسمك بيحتاج، البنكرياس بيحتاج ان هو يفرز انسولين علشان يلم، طبعا هو كده كده بيفرز انسولين طول الوقت، بس انت اكلت حاجه فيها سكريات ونشويات كتير، فجسمك بيحتاج ان هو يفرز كميه كبيره من الانسولين عشان تلحق تلم السكر ده كله من الدم وتدخله للخلايا. لما يفضل الموضوع ده يتكرر كل شويه، كل شويه في سكر ونشويات، في سكريات والانسولين عايز يلمهم ويدخلهم في الخلايا، بعد فتره كده تبدا الخلايا تقدر تقول كده تعترض على اللي بيحصل فيها، اللي هو الانسولين كل شويه يجي يخبط على الباب، باب الخليه، افتحوا الخليه، افتح دخل السكر جواك. الخلايا تبدا تعترض شويه وتتمنع عنه، لا الخلايا مش عايزه تفتح وتاخد السكريات تاني. فيحصل ايه؟ كميه الانسولين دول قليلين، فالانسولين يقول ايه؟ لا احنا نروح نجيب لكم بقى اصحابنا ونجيب لكم اخواتنا غصب عنكم. يروح الانسولين او سوري بقى البنكرياس يبدا يفرز انسولين اكتر شويه علشان يجبر الخليه، يخبط عليها جامد ويجبرها ان هي تفتح وتدخل السكر جواها. فكده البنكرياس بقى بيفرز كميه انسولين كتيره، يلم السكر، الانسولين يلم السكر ويدخله في الخلايا. ماشي حلو، خلصت المشكله دلوقتي. تيجي انت لسه عمال، انت بتاكل سكريات ونشويات، السكر عمال موجود في الدم بتاعك، كميه الانسولين الكبيره دي اللي بتحاول تدخل السكر جوه الخلايا مش قادره، خلاص الخلايا برضو رجعت تقاوم تاني وتمنع دخول السكر جواها. اصبح عندك حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، انسولين ريزيستنس، مقاومه انسولين. الخلايا بتقاوم الانسولين وبترفض ان هو يدخل السكر جواها. يحصل ايه؟
البنكرياس يفرز انسولين اكتر كمان، البنكرياس يفرز انسولين اكتر كمان علشان يجبر الخلايا ان هي تفتح وتدخل السكر. كميه الانسولين اللي بقت بتفرز عندك بقت كبيره وانت عمال بتاكل سكريات، والخلايا بتاعتك بقت بتقاوم، والبنكرياس اتعود ان هو يفرز كميه كبيره من الانسولين. خلايا البيتا بقى اللي هي في البنكرياس المسؤولة عن إفراز الأنسولين بتبدأ تتعب. أنت أصبحت للأسف في مرحلة البري دايابيتيك ما قبل السكري. الخلايا بدأت تتعب ومش قادرة تفرز كمية الأنسولين الكبيرة اللي تدخل السكر في الدم. بعد شوية الخلايا دي مش بتموت ولكن بتضعف جدا وبتبقاش عندها القدرة حتى ان هي تطلع نفس كمية الانسولين الكبيرة، وبترجع يدوب تطلع كمية صغيرة بس من الانسولين لا تكفي لانها تجمع السكر اللي موجود في الدم وتدخله في الخلايا. للأسف في اللحظة دي بيكون الانسان وصل لمرحلة مرض السكري من النوع الثاني. خلايا البيتا عنده اصبحت مجهدة وغير قادرة على افراز كمية مناسبة من الانسولين علشان تجمع السكر من الدم. ودي الناس اللي بتبدأ تدخل بقى في مرض السكري من النوع الثاني، وبيضطروا ان هم ياخدوا حاجات زي الجلوكوفاج او اللي هي مركبات الميتوفورمين عموما المسؤولة عن تقليل نسبة السكر في الدم، علشان شوية الانسولين اللي طالعين من البنكرياس يقدروا يلموا باقي السكر ويدخلوه في الخلايا. طيب العملية دي كلها بتحصل في فترة قد ايه؟ طبعا واضح من الكلام ان انت يعني فترة طويلة قد تصل لسنوات عديدة علشان الواحد يقع في المشكلة دي. سنين متتالية من اكل السكريات والنشويات بكميات كبيرة هتوصلك لمرحلة مقاومة الانسولين، بعدها هتوصلك لمرحلة البري دايابيتيك او ما قبل السكري، بعدين هتقع في مشكلة السكري من النوع الثاني. ده ازاي؟ ده معنى المرض بتاع الانسولين من النوع الثاني وازاي بيحصل للناس. طيب السؤال هنا، هل انت لو ماشي على الكيتو فترة طويلة وجيت فجأة أكلت سكريات مرة ولا اتنين، يوم ولا اتنين، هل ده يخليك تحصل عندك كل المشاكل دي اللي احنا قلناها؟ طبعا ده شيء يرفضه العقل تماما وصعب ان هو يحصل. عشان كده باختصار شديد جدا إجابة على السؤال هل الخروج من الكيتو يسبب مرض السكري من النوع الثاني؟ إجابة مش ممكن طبعا، ده مش ممكن يحصل. ده كان السؤال الأهم اللي كان متداول كتير على الفيسبوك اليومين دول، فلو إجابتي أفادتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو بتشوف الفيديو على اليوتيوب ياريت تعمل تشترك في القناة عشان دايما توصلك الفيديوهات الجديدة. أما لو كنت معايا دلوقتي لايف على جروب رجيم الكيتو بسهولة مع وليد الأسيوطي إيزي كيتو دايت، ياريت تبدأوا تمسوا عليا بقى من أول دلوقتي وحطوا أسئلتكم ونجاوب وندردش مع بعض كيتو. اهلا وسهلا بكم جميعا اصحابي واصدقائي الاعزاء، الناس الجميله جدا اللي بتزيد كل يوم عن التاني. انا سعيد جدا بوجودكم معايا، وسعيد جدا اكتر بالناس اللي بيدعوا اصحابهم للاشتراك في الجروب ويتعلموا كيتو بسهوله مش الحاجات التانيه. بحبكم جدا 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 وليلتكم سعيده، يا رب تصبحوا على خير ودمتم بصحه وسعاده.